زاد وزنك بشكل كثير كبير وبصورة مفاجئة، عم بتحس في برودة في الأطراف وانتفاخ في أطراف الإيدين والرجلين، عم بتحس تعب في الأظافر وفي الشعر، اكتئاب، خربطة بالدورة الشهرية، جفاف الجلد. كل هاي الأعراض هي أعراض خمول الغدة الدرقية. إذا كنت عم بتحس بهاي الأعراض مجتمعة، بننصحك تتوجه للطبيب المختص وتطلب منه إجراء فحص الغدة الدرقية. غالباً أسباب الغدة خمول الغدة الدرقية بيكون عدة أسباب، منها سبب مناعي، سبب وراثي. معظم الأدوية أدوية أنواع معينة بتسبب عنا خمول في الغدة الدرقية، ومن الناحية التغذوية نقص مخزون اليود في الجسم بيؤدي عنا لخمول الغدة الدرقية، لأنه بيقلل من إفراز هرمون الثايروكسين. الأغذية اللي لازم نتجنبها أو نخفف منها بصورة كبيرة للأشخاص اللي بيعانوا من خمول في الغدة الدرقية هي الأغذية اللي بتحتوي على مركبات الجلوتين بصورة أو نسب عالية، بالتالي تزيد عنا من خمول الغدة. الأطعمة هي السبانخ، البروكلي، الزهرة، الملفوف، البطاطا الحلوة. من الفواكه بنبعد عن الفراولة، الكمثرى، ومن المكسرات بنبعد عن الصنوبر والفستق، وكمان لازم نبتعد بصورة كثير كبيرة عن بذور الكتان، لأن هاي المركبات غنية جدا في مركبات الجلوتين اللي بتزيد عنا المشكلة سوءا. بدنا نركز على النقطة، إذا كانت الأكلات كثير مطبوخة فهي بتقل نسبة الخطورة إلها بنسبة كثير عالية. طبعا بدنا نعرف إنه الدواء هو العلاج الأول. المرتبة الثانية عنا الغذاء الصحي والرياضة. عنا مركبات الكافيين لازم نخفف منها بصورة كثير كبيرة، من كوب إلى كوبين فقط في اليوم، يعني عنا فنجان قهوة، كوب من الشاي كافي لمرضى خمول الغدة الدرقية، لأنه الكافيين بيرفع عنا معدل الأدرينالين وبالتالي بيزيد عنا من المشكلة. لازم نتناول الأطعمة الغنية باليود. أكثر الأطعمة الغنية باليود هي الأسماك، المأكولات البحرية، ولأنه معظم الأشخاص عنا ما بيتناولوا الأسماك بشكل يومي، وفي فئة كبيرة من الناس ما بيتناولوا أبدا الأسماك، صار عندنا موجود ومتاح بكل الأسواق الملح المدعم باليود، لأنه نحن بنستخدم الملح بجميع المأكولات اليومية، فلازم نركز على هذول النقطتين بالذات، الملح المدعم باليود، ونتناول الأسماك على الأقل من مرتين لثلاث بالأسبوع للأشخاص اللي بيعانوا من خمول الغدة الدرقية. نتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة زي الأطعمة اللي فيها فيتامين إي، فيتامين سي، زي الحمضيات. وبدنا بس ننبه على نقطة كثير صغيرة، الأشخاص اللي عندهم فقر في الدم وبياخذوا الحديد لازم ما بياخذوه بنفس الوقت اللي بياخذوا فيه الثايروكسين، لانهم بيتعارضوا مع بعض. فدائما استشير طبيبك واستمع للنصائح، لانه هي نقاط كثير صغيره بس تاثيرها ومفعولها كثير كبير. هلا بدكم تترقبونا للفيديو القادم، ان شاء الله رح يكون عن الاشخاص اللي بيعانوا من فرط نشاط الغده الدرقيه.